الرحمن الرحيم. دلوقتي ان شاء الله هنتعرف على الانترفيس بتاع برنامج او واجهة البرنامج. برنامج الفوتوشوب الستار CS4 دي الواجهة بتاعه. بيتكون عندي فوق من القائم، شريط القائم منيو بار، وعندي الاوبشن بتاع التولز، وعندي هنا التولز، وعندي مجموعة من البانل، وعندي حاجة اسمها الورك سبيس. طبعا هنتكلم عن كل حاجة من دي بالتفصيل. بدأ بقائمة برنامج. عندي أول قائمة اسمها قائمة فايل. طبعا قائمة فايل معروفة في أي برنامج إن في الغالب طبعا بيكون محتواها النيو اللي هو ازاي افتح ملف جديد، أو اوبن اللي هو بجيب ملف أنا عامله قبل كده، وفي براوز اند بريدج. ده برنامج الادوب بريدج هنتكلم عنه، هو برنامج مستعرض صور. وعندي الكلوز، وعندي الكلوز اول، وعندي السيف، وعندي السيف از، وعندي البليس، وعندي الامبورت، وعندي البرنت. احنا طبعا مش هنشرح شرح اكاديمي، احنا هنشرح ان شاء الله كله هيبقى عبارة عن شغل تطبيقات، لان هو ده اللي بيفيد اكتر. يعني مش هنتكلم شغل قائم، بمعنى ان انا كل قائمة يدوبك انا بس هعرف ايه اللي فيها. يعني قائمة فايل دي عرفت ان انا ممكن اعمل منها ملف جديد، ممكن افتح ملف قبل ملف معمول قبل كده، ممكن اقفل الملف اللي انا بعمله، ممكن اقفل البرنامج خالص عن طريق اكزيت في الاخر، ممكن احفظ منها الملف على صيغة BSD، او ممكن بالسيف از، ممكن بالسيف از احفظ الملف على اي صيغة انا عايزها، JPG، تيف، اي امتداد انا عايزه. وعندي البليس هنا اللي انا بستورد بيه ملف من بره، وفي الغالب بيبقى من برامج فيكتور، بيبقى امتداد EBS. وعندي الامبورت برضو بستورد بيه. وعندي تحت اللي هي ادوات الطباعة اللي هي الخاصة بالبرنت اللي هو بطبع الديزاين بتاعي. دي قائمة فايل. طب القائمة اللي بعدها قائمة edit، فيها الاندو وريدو. الاندو اللي هو التراجع عن خطوة. طبعا زي ما قلت ان كل القوائم دي هنتعرض لها، بس هنتعرض لها باسلوب تاني، اسلوب الشورت كات، واحنا شغالين فعلي. يعني هنشتغل نظام تطبيقات وهنشرح كل ده، بس انا برضو بفهمك اللي موجود. وعندي كمان عندي الكات والكوبي والبيست، وعندي الفيل والستروك، وعندي تحت حاجة اسمها البريفرنس، دي هشرحها في درس لوحدها. دي قائمة edit. يبقى انا اول حاجة قائمة فايل اللي فيها نيو، قائمة edit اللي فيها التعديل والكوبي والبيست والاندو. القائمة اللي بعدها قائمة image. قائمة image دي مسؤولة عن ايه؟ عن المود. المود ده بتاع الكالر، وهيبقى في درس خاص بالكالر لوحده، ونظم الالوان ال RGB والCMYK والجريسكيل، هنتكلم عن كل ده. بس افتح نيو دلوقتي عشان يظهر معايا بقية القائم. قائمة image اول حاجة المود. طبعا المود ده عندي اكتر من مود بشتغل عليه. وعندي في تاني قائمة بعدها، او تاني حاجة في القائمة، ال adjustment اللي بيطلع منها قائمة فرعية اللي فيها البريتنس والليفلز والكيرفز. وان شاء الله هنتعرف على كل القوائم دي اثناء الشغل. وعندي هنا الامج سايز والكونفرس سايز والامج روتيت. طبعا الاتنين دول مسؤولين عن تعديل حجم العمل. يعني لما بضغط كده بقدر اعدل في الطول والعرض والريزوليوشن. تمام. والامج روتيت ده مسؤول عن تدوير الملف اللي قدامي. يعني اقدر اعمله روتيت 180 درجة. طبعا هو مش باين علشان انا عامل الملف ابيض ما فيهوش اي حاجة. اقدر اعمله 90 درجة. بقدر الف الملف، الف الملف اللي انا شغال عليه على اي زاوية انا عايز اشتغل عليها. وعندي الدوبليكيت ان انا بعمل نسخة تانية من نفس الملف، يبقى عندي نسختين. وايه تاني؟ ويعتبر هو ده اللي انا بستخدمه في القائمة دي. عندي القائمة الرابعة اللي هي قائمة اللاير او قائمة الطبقات. بفضل ان احنا يعني مش هنستخدم حاجة هنا غير نيو. كل ده له شورت كات بره، ف
قليل قوي اللي بيطلع يشتغل من القوائم دي. القائمة الخامسة اللي هي السلكت او التحديد، لان انا بعمل سلكت على اي شكل، وطبعا لما ببقى شغال بيتنشط معايا باقي الخيارات دي. طبعا اللي يهمني في القائمة دي الكارر رينج والموديفاي. عندي القائمة اللي بعدها عندي الفلتر. الفلتر دي قائمة الإفكتات على الصور، وإن شاء الله هتشرح لوحدها بشكل عام، لأن في فلاتر كتير جدا وهنعرفكوا إزاي تضيف فلتر جديد على البرنامج مش موجود. أنالايز دي من القوائم الجديدة في الفوتوشوب، وفيها أوبشن جديد هنشرحه برضو مع What's new in Photoshop CS4. وقائمة ال 3D من القوائم برضو الجديدة بس موجودة في الإصدار ال CS3، بس تم معالجته بشكل أفضل في الإصدار ال CS4. عشان كده بقولكوا دايما خليك شغال على آخر إصدار. وطبعا ال 3D ده له توتوريال معمولة قبل كده، بس إن شاء الله هشرحها بشكل جديد وإن شاء الله نستفيد منها. وعندي الفيو. الفيو دي فيها الزوم ان والزوم اوت والفيت اون سكرين. طبعا كل القوائم دي زي ما قلت لها شورت كات فمش هنستخدمها قوي. وعندي نيو جريد دي تقريبا القائمة اللي ممكن نستخدمها من الفيو. وعندي القائمة اللي بعدها الويندو اللي انا بقدر اظهر منها كل البانلز اللي قدامي دي، يعني مثلا عايز اظهر البانل بتاع الـ3D كل اللي بيظهر قدامي علامة صح بيظهر قدامي. دي قائمة الاكشن، واللي برضو عايز اشيله بشيل الاكشن بشيل الادجستمنت. اللي عليه صح هو اللي بيبقى ظاهر قدامي، اللي مش موجود عليه علامة صح بيبقى مش ظاهر قدامي. وطبعا قائمة الهلب دي اللي بتساعدني في البرنامج لو في اي مشكلة وقفت قصادي. طبعا بتختار اللي انت عايز تتعلمه فين وبتدخل عليه. ده بسرعة كده شرحت المنيو بار اللي فوق. طب في جنبها ايقونات، في ايقونة اللي هي مكتوب عليها البي ار. البي ار اللي هو الادوبي بريدج، اللي هو برضو زي ما قلت موجود براوز ان ادوبي بريدج. عشان كده بقول لكم دايما ان القوائم دي بيبقى لها اختصارات بره وبيبقى لها شورت كات. وهنا عندي مثلا انا عندي نيو، في جنبي كنترول ان، يعني معناها ان انا لما بضغط كنترول ان من الكيبورد بيديني الامر ده او بيعمل لي ملف نيو. طب تعالوا نجرب كنترول ان كده بيطلب مني اضع المقاسات اللي انا هفتح بيها الملف الجديد. فكل الادوات دي اي اختصار موجود ده بيبقى الشورت كات بتاعه اللي بيوفر علينا اننا نفتح القوائم وتشتغل كل شورت كات. فبيبقى طبعا شغل احترافية وبيبقى شغل اسهل. قلنا الادوبي بريدج. ادوبي بريدج لما بضغط عليه فتح لي برنامج فرعي زي ما احنا شايفين. ده الماي كمبيوتر بتاعي، بتدور بتشوف انت حاطط صور فين. هو بيعرض صور وبيعرض فيديو وبيعرض ساوند وبيعرض كل حاجة لانه موجود مع كل برامج ادوبي، يعني مع الافتر افكتس بتلاقيه موجود. بتقدر تعرض عليه الفيديو، بتقدر تستعرض عليه ملفات الساوند. مع الفوتوشوب تقدر تستعرض عليه ملفات البي اس دي وملفات الجي بي جي واي امتداد صور. فبالتالي هو برنامج مهم جدا وبيسهل عليك كتير اوي. تاني ايقونه اللي هي الخاصه بالجريد. الجريد اللي هي الشبك، الشبك اللي بيساعدني وانا شغال لما باجي ارسم باداه الباس او الاداه البين تول. لما باجي ارسم بحتاج مثلا ايه زي زمان اللي هي كراسه الرسم البياني عشان ابقى عارف انا شغال ازاي. تمام. وبلاقي عندي حاجه تانية اسمها الريلز اللي هي المسطره اللي فوق. طبعا هنتعلم دي لان دي مهمة جدا جدا جدا، هنعرف ازاي نستخدمها ان شاء الله وازاي استخدم الجايد اللي فيها. كل ده بيفيدني وخصوصا في الشغل التجاري وشغل الويب وشغل الشغل في الغالب في معظم الشغل ما عدا شغل الفوتوغرافيا. وعندي هنا ده بيديني المساحة بتاعة العمل بتاعي او المساحة اللي انا بشوفها في العمل قدامي. وهنا بلاقي عندي الهاند تول اللي انا بقدر احرك بيها، بقدر احرك بيها زي ما انتم شايفين. وعندي هنا الزوم بقدر ادخل، ولما بضغط على الت من الكيبورد بيعمل لي ماينس، يعني بقدر ارجع بالزوم
لما بشيل ايدي من الالت بقدر بيبقى زوم ان. طبعا دي اداة جديدة اسمها روتيت فيو تول. الاداة دي ان شاء الله انا هتكلم عنها وعن كل الجديد في البرنامج في درس خاص لوحده، هيبقى تحت اسم واتس نيو ان فوتوشوب سي اس 4. الاداة دي بتعمل ايه؟ الاداة دي بتوفر عليا لما فتحنا من قائمة ايمج في حاجة اسمها ايمج روتيشن، في عندي اللي هي لما باجي الف العمل بتاعي، فانا لما ببقى شغال وبلف العمل بتاعي كده بيبقى يعني مشكلة شوية لان ممكن اتلخبط في اي حاجة. انما الاداة دي بتوفر لي ايه؟ لما بضغط عليها بقدر الف المساحة بالشكل اللي انا عايزه من غير ما اثر على العمل نفسه، يعني انا بلف الفيو بتاعي مش بلف العمل. تفرق، في الاول انا كنت بلف العمل انما دلوقتي بلف الفيو، وبعد ما بخلص شغل خلاص بقول له ريسيت فيو بيرجع لي تاني. جينا للقائمة بتاعت الارنج ديكومنت. القائمة دي قائمة رائعة لاننا شايفين زي ما احنا شايفين في الواجهة بتاعت السي اس 4 كل حاجة لازقة في بعضها. يعني مثلا لما باجي افتح ملف اعمل كنترول ان اقول له اوكي اخلي لونه اسود، اعمل نيو تاني اقول له اوكي اخلي لونه مثلا احمر، اعمل نيو اقول له اوكي اخليه مثلا ازرق في اللبنيات. انا كده عندي 4 فايلات، فانا مش شايف، يعني انا مش شايف. لما باجي اتعامل مع الشغل كان الاول كل القوائم دي بتبقى بره كده بتبقى فوق بعضها، دلوقتي هو دمجها لي علشان اقدر اشتغل بحرية، وفي نفس الوقت موفر لي الامر ده اللي انا بقدر اتحكم في الزوايا في الفيو بتاعي. كده انا بعرض 2، كده بعرض 3، كده بعرض بشكل عرضي، كده بعرض، وممكن اقول له فلوت ان ذا ويندوز بيطلع لي كله بره. طب انا طلعت كله بره عايز ارجعهم تاني، بقوم ماسكها وساحبها وبطلع فوق هنا، بطلع هنا اول، شايفين الخط اللبني اللي ظاهر ده كده؟ معناه ان البانل رجعت لمكانها تاني او الملف اللي انا فاتحه. فبقدر اتعامل مع الاصدار ده بكل سهولة ومفيهوش اي مشاكل خالص. وطبعا ده الفول سكرين، هنتعلمه ان شاء الله في الاختصارات بتاعه. طبعا الاختصار بتاعه، طبعا احنا قلنا سيبك من كل التولز دي، احنا كناس بروفيشنال ان شاء الله هنتعامل كله شورت كات. شورت كات بتاع الفول فول سكرين اللي هو حرف الاف من الكيبورد، بضغط على اف بيديني مرحلة، بضغط على اف تاني بيديني، طب نظر على حاجة ابيض بضغط على اف، تمام بضغط على اف تاني، بقدر اكبر العمل بتاعي بحيث لما بوريه للعميل اللي قاعد معايا الشغل في الاخر بقدر اكبر له الصورة بحجم مناسب يقدر يشوف كويس، تمام. طب بقدر اقلب ما بين البانل دي عن طريق كنترول تاب، بقدر اقلب بين اي ملفات مفتوحة قصادي. طيب اقدر اتعامل ازاي مع الانترفيس بتاعي؟ ممكن انقل القايمة دي هنا، بقوم ماسكها من هنا واقوم ساحبها احطها هنا، اول ما بيظهر الخط اللبني بسيب، معنى كده انها ثبتت في المكان ده. وطبعا من السهم الصغير ده بقدر افتح القايم واقفل القايمة عشان المساحة، وفي خطين بيبقوا فوق بعض بمسك منه القايمة واغير مكانها، عايز مثلا اضيفها هنا او اضيفها هنا. يعني شايفين بكل سهولة بنقدر نتعامل مع البرنامج، مفيش اي حاجة صعبة ان شاء الله، كله ان شاء الله هيبقى سهل وهيبقى تمام. اهم حاجة انا عايز التركيز كويس ان شاء الله في الكورس بتاعنا علشان ان شاء الله في اسرع وقت تقدر تبقى الى حد ما حطيتك على الطريق الصح، وانت بالممارسة هتقدر ان شاء الله تتعامل مع برنامج الفوتوشوب من البرامج اللذيذة جدا، من البرامج الممتعة جدا، وان شاء الله مفيش حاجة صعبة. اشوفكم مع الدرس الجاي ان شاء الله واللي هيبقى خاص بالتعرف على التولز.